هاي بنات، معاكم شعل الشحي. اليوم راح اسوي لكم ميك اب وايد بسيط، ميك اب وايد خفيف حق الطلعات اليوميه وحق الناس بعد المبتدئين بالميك اب، وان شاء الله يعجبكم الميك اب. ويلا نبدا. أنا وايد متحمسة اليوم أبدأ معاكم هذا التوتوريال، لأن أول مرة راح أستخدم معاكم الميك اب برشز مالتي. أول وأهم خطوة بالنسبة لي قبل الميك اب إن أنا أحط البرايمر أو واقي الشمس. الحين راح استخدم هذا الفاونديشن اللي أنا وايد أحبه للاستخدام اليومي، وراح أدمج الفاونديشن بهذه الفرشة. كميك اب يومي انا ما انصح البنات ان هم يحطون كونسيلر، لكن اذا في وحده تعاني من اسمرار او سواد تحت العين نفسي انا، راح استخدم هذا الكونسيلر من بنفيت، ان اللون مايل للون البرتقالي اللي يساعد اكثر في اخفاء الهالات السوداء، وبعد راح ادمجها بهذه الفرشاه الصغيره. وايد احب هذا البلشر السائل من نارس، لانه قاعد يعطيني لوك وايد ناتشرال وخفيف، وطبعا راح ادمجها بهذه الفرشاه. اليوم راح احط هذا اللوز باودر من لورا ميرسيا، لانه يثبت لي الميك اب وما يخليني احس ان انا محطيه طبقه في وجهي. ميك اب العيون وبعد الحواجب والشفايف كلهم راح استخدمهم من سيت أناستازيا، والحين راح اقولكم الخطوات وبعد راح اوريكم كيف راح استفيد من هذا البوكس. وهذه الفرش اللي أنا راح أستخدمها اليوم لمكياج العيون. أول خطوة في ميك اب العيون إن أنتوا تختارون اللون الانتقالي اللي أنتوا تحبونه، يعني أنا راح أستخدم هذا اللون لأن نحن نبي لون صدق وايد خفيف. بعد ما حددت العين باللون الانتقالي، الحين راح أستخدم اللون الثاني اللي هو هذا. راح استخدم هذا اللون بواسطة هذه الفرشة. طبعا راح تستغربون ليش الفرشة هذه بيضة، عسب تشوفون كمية الآي شادو اللي انتو راح تستخدمونه. الحين راح استخدم هذه الفرشة الضعيفة، شوفوها، راح احط نفس اللون اللي اخترته آخر شيء، بس هالمرة راح احطها تحت العين. والحين راح استخدم هاللونين اللي هم الهايلايتر، اللون هذا راح يكون عند منبع العين واللون الثاني تحت الحاجب باستخدام هذه الفرشة. وحق البنات اللي ما يعرفون يستخدمون الايلاينر نفسي، اليوم راح اعطيكم حركة وايد راح تحبونها، اللي هو تستخدمون كحل. تقدرون تستخدمون اي كحل انتم تحبونه، لكن اليوم انا راح استخدم من اربن ديكي. راح احطها بس عند خط الرمش، وبعدين راح استخدم هذه الفرشاة، نفس الفرشاة اللي استخدمتها لعيوني تحت، راح ادمج فيها الكحل اللي حطيته فوق الرمش العين. وكلنا نعرف ان لوك الميك اب ابدا ما يكتمل بدون الرموش او المسكرة المناسبة لرموشكم، فانا راح استخدم اليوم هذه المسكرة اللي راح تعطيني رفعة للرموش وبعد راح تعطيني كثافة في الرموش. يلا نبدأ. الحين خلصنا من اللوك اليومي مثل ما تشوفون، استخدمنا أدوات بسيطة، وأعتقد إن ما في حد ما يقدر يسوي هذا اللوك لأنه وايد خفيف ووايد سهل.